بكم أعزائي المشاهدين في ملفنا الأول. إذن بعد التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن محاولات إيرانية جديدة لتهريب أسلحة عبر مطار بيروت الدولي، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فيف كوخافي عن استهداف إسرائيل قافلة أسلحة إيرانية على حدود سوريا والعراق قبل أسابيع، استهداف أدى إلى تعطيل مشروع إيراني لوضع مئات الصواريخ من طراز أرض جو في سوريا ولبنان. كشف كوخافي يأتي وسط قلق إسرائيلي من التعاون الإيراني الروسي، وتحديدا بعد مشاركة الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الدائرة في أوكرانيا، تعاون تخشى إسرائيل أن يؤدي إلى تزويد أذرع إيران بالمنطقة، لا سيما حزب الله بمسيرات وأسلحة دقيقة. إذا لماذا كشف كوخافي عن هذا الاستهداف في هذا التوقيت؟ نناقش بعد قليل. إسرائيل تتبنى رسميا مسؤولية غارة خلفت 15 قتيلا من الجماعات الموالية لإيران بالقرب من الحدود السورية العراقية، غارة استهدفت قافلة قادمة من إيران. قالت مصادر إنها وقعت في ريف البوكمال قرب دير الزور شرق سوريا. كان من الممكن ألا نعرف ما كانت تحمل القافلة، وألا نعرف بدقة أن الأسلحة موجودة تحديدا في الشاحنة الثامنة ومن ثم تدميرها دون غيرها. هذا الأمر يتطلب قدرات متطورة للغاية. خبراء يتساءلون حول دافع إسرائيل لرفع ضبابية وتعتيم إعلامي طالما انتهجته إزاء نشاطاتها في سوريا حتى باتت تنسب تقليديا لتقارير أجنبية. لكن الإعلان المتضمن مباهات بالتطور والدقة تزامن مع تقارير تفيد بأن شركة معراج للطيران المرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات مباشرة من إيران إلى لبنان، رحلات تشك إسرائيل بأنها قد تحمل شحنات أسلحة مخلة بالتوازن إلى حزب الله بديلا للطريق البري عبر العراق وسوريا الذي لا تخشى إسرائيل من استهدافه. أما الطريق الجوي فيشكل تحديا لها، لأن استهداف بيروت سيدفع حزب الله للرد والانزلاق إلى مواجهة مباشرة. كما يأتي التبني في ظل قلق إسرائيلي من أن يؤدي التقارب الروسي الإيراني إلى تجديد موقف موسكو من الضربات الإسرائيلية في سوريا، تجديد تخشى إسرائيل من أن يترجم إلى تزويد سوريا بدفاعات جوية اعتبرها كوخافي تحديا جديا. ثم ماذا لو سمحت روسيا لإيران بتزويد حزب الله بمنظومة سام للدفاع الجوي روسية الصنع؟ ولنقاش هذا الملف ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أليف صباغ، أهلا بك، ومن عمان خبير الشؤون الاستراتيجية الأستاذ عمر الرداد، أهلا بك، وهنا معي في الاستوديو الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية الأستاذ أمير أورن، أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ معك أستاذ أمير. أستاذ أمير، إذن كيف يمكن قراءة هذا الكشف الإسرائيلي في هذا التوقيت وبرأيك لمن هو موجه؟ كنت أستخدم عبارة، ليس عبارة كشف ولكن عبارة بيان أو تبني مسؤولية، لأن الفيديو الذي يظهره قائد الأركان على حدود البوكمال على حدود العراق سوريا نشر هذا الفيديو، وكما يظهر في الفيديو يبدو فرق بين الشاحنات التي تقل الوقود وبين شاحنة فيها حمولة مغطى، ولكن واضح من حيث الحجم أنها تحمل صواريخ وتحديدا صواريخ أرض جو. السؤال، لماذا اختار كوخافي اليوم بعد شهر من الغارة أن يتبنى هذه الغارة؟ أعطيك ثلاثة أسباب واختاري أي سبب منهم. السبب الأول هو سبب استراتيجي يتعلق بالسؤال في بين إسرائيل ولبنان، إسرائيل وإيران، أن نظهر أن
لإيران لإسرائيل استخبارات وقدرات قوية، وما ينقص هو القرار. وكما أن إسرائيل قامت بهذه الغارة على حدود العراق سوريا إذا ما قررت، وليس بالضرورة أنها ستقرر لأنه يوجد توازن رادع مع حزب الله، حزب الله يردع إسرائيل، ولكن إذا ما قررت إسرائيل ستعرف تماما أين الحمولة وكيف يمكن أن تستهدفها. هذا هو السبب الاستراتيجي. هناك سبب اجتماعي سياسي، وخافي تحدث اليوم في لقاء هدفه يتحدث عن علاقة الجيش بالمجتمع الإسرائيلي. وخافي يريد أن يقول أنتم تهتمون بما يحدث في الضفة الغربية وكيف يتصرف الجيش وحرس الحدود مع الفلسطينيين، ولكن الأمور الكبيرة والحقيقية وهي الأمور التي يعرف أن يقوم ما يقوم بها الجيش الإسرائيلي وهي في المناطق البعيدة، وهي أهم لأن هي من ستمنع حرب أو مخاطر حقيقية لإسرائيل. والسبب الثالث هو سبب شخصي، وخافي ينهي مهمه بعد شهر وسيقوم بتمرير المسؤولية للجنرال هيرتسي هاليفي. هو يريد أن يلخص مسيرته وأن يتم أن يتذكر الإسرائيليون ما قدمه كوخافي، ولو لم يتحدث عن هذا الكشف كيف سيحصل كوخافي على ما يسحقه من رصيد؟ إذن أستاذ أليف، أستاذ أمير هنا طرح ربما الأسباب التي أدت إلى هذا الكشف أو التبني كما يقول. إذا نرى تحرك إسرائيلي جديد ضد إيران، كيف برأيك تنظر إيران إلى هذا الكشف أو الإعلان أو التبني؟ دعيني أولا أقول بأنه ما تحدث عنه كوخافي اليوم مختلف تماما عن ما تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي قبل شهر. قبل شهر تحدثوا عن قافلة من الأسلحة، اليوم يتحدثون عن حافلة واحدة تحمل أسلحة والباقي يحمل وقود. حقيقة الأمر أن كل ما رأيناه من صور هي صور لحافلات تحمل وقود فقط، ولو كان هناك حافلة تحمل صواريخ لرأينا الانفجارات واحد تلو الأخرى، لأن الصواريخ لا تنفجر مرة واحدة وإنما تنفجر بشكل مستمر. إذن هي كما قال السوريون في البداية، هي قافلة تحمل الوقود من العراق إلى سوريا ولبنان وتم استهدافها، ونحن نعرف الأهداف من هذه من هذا الاستهداف. ولكن الكشف عن هذا الاستهداف اليوم بتقديري، يعني كل ما تحدث عنه ضيفك هو صحيح، ولكن أنا أريد أن أضيف وأركز في الأساس على ما ذكره في النهاية، أنه كوخافي شخصيا ينهي هذه الفترة من وظيفته العسكرية ويبدأ حياة أخرى، مرحلة جديدة قد تكون في مستشارة لجيش ما في العالم، وقد يكون في الحياة السياسية، وقد يكون أيضا أمام إصدار كتاب عن إنجازاته وكذا، وكل هذا يتطلب أن يلخص الفترة حتى يستدعي للفترة القادمة. ولكن في شيء يجب أن ننتبه إليه، بأنه في رسالة موجهة إلى الجمهور الإسرائيلي بدون شك. هذه الرسالة الموجهة إلى الجمهور الإسرائيلي تقول أنه رغم ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي بأنه الجيش يعني وضعه صعب وغير قادر على مواجهة حزب الله في الحرب وإلى آخره، يعود كوخافي ويقول أنه الجيش الإسرائيلي لديه قدرات عابرة للحدود، لديه قدرات تصل إلى حدود العراق. يعني إذن الحديث أستاذ أليف عن هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة أو عن هذه الدقة في الكشف أو في استهداف حافلة، ويعني قال رقم 8 من سلسلة حافلات، هي يعني هذه رسائل موجهة أكثر إلى الداخل الإسرائيلي من أنه إلى إيران؟ لا، هي موجهة للداخل الإسرائيلي، موجهة للعالم، وموجهة إلى إيران، ولكن حقيقة الأمر مختلفة عن ما تحدث عنه كوخافي. تحدث عن قافلة عن حافلة رقم 8 في قافلة طويلة، ونحن رأينا الصور أنه مجموعة من الحافلات تشتعل بها النيران. إذن هو لم يستهدف حافلة واحدة، واستهدف عدة حافلات، ولا يوجد أي حافلة من هذه الحافلات تحمل صواريخ، وإنما رأينا اشتعال في وقود. واضح الأمر، يعني في هناك خزان وقود على الشاحنة تم استهدافه واشتعل. في كل السيارات، في كل الحافلات التي رأيناها، رأينا اشتعال لخزانات وقود وفقط. إذن هو يصطنع أحداث،
من أجل أن يتباهى بالجيش وأن يتباهى بالطيارين وأن يتباهى بنفسه أيضا، وهي ليست المرة الأولى الذي يتباهى فيها كوخابي ويكشف عن ما يسمى أسرار وهي ليست أسرار، يكشف وكأنه يعني هو جاب راس كليب. نعم أستاذ عمر، كيف يمكن قراءة هذه التحركات الإيرانية وأيضا هذا الكشف الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ مساء الخير لك ولضيوفك. أنا أتفق مع ما تفضل به الضيفان الكريمان. يجب أن لا نخرج الموضوع عن سياقاته بالإطار العام، إذ أنه قضية ضرب الشاحنة والكشف عنها اليوم من قبل كوخافي ينزع الحديث عن مجمل السياق الذي تحدث به. هو بالفعل السبب الرئيسي أنه يريد أن يتحدث عن إنجازاته الشخصية كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي، لأنه تحدث عن أيضا الحيلولة دون وصول إيران إلى منطقة الجولان، إذ أنها بالتعاون مع حزب الله، بين حزب الله والحرس الثوري، كانوا يخططون لإقامة قاعدة قريبة من الجولان وتحدث عن ذلك. لكن ما أريد أن أشير له أن العمليات العسكرية على هذا الإعلان يؤكد حقيقة في إسرائيل وتركيبة الدولة الإسرائيلية، وهي أن هذه العمليات هي تخضع لتقييمات المستويين الاستخباري والعسكري بالدرجة الأولى، أي أنه مجرد الحصول على معلومات استخبارية من مصادر بشرية أو فنية يتم التعامل معها بضربها بطائرات مسيرة أو عبر سلاح الجو الإسرائيلي، بمعنى أنه مثل هذه العمليات غير خاضعة لقرارات سياسية تخضع لسيطرة اليمين المتطرف أو المعتدلين والعلمانيين أو أي ظرف سياسي داخل إسرائيل بين القوى السياسية. أعتقد أن العملية لا تخرج عن هذا الإطار، إذا ما أدركنا أن مجموع العمليات التي نفذتها إسرائيل خلال عام 2022 هذا العام تزيد عن 60 عملية شملت مواقع إيرانية مختلفة جنوب دمشق وحول دمشق وتحديدا المطارات، أيضا في مناطق مختلفة في حلب وحماة، إضافة لمناطق البوكمال، ولا ننسى أيضا ما تعرض له ميناء اللاذقية وميناء طرطوس، أيضا من عمليات استهداف سابقة جميعها كانت تبرر من قبل الجيش الإسرائيلي بأنها مرتبطة بعمليات تهريب أسلحة أو مكونات صواريخ وتصنيع طائرات مسيرة أو ما شابه في طريقها إلى حزب الله أو إلى وكلاء إيران. لكن السؤال المطروح اليوم حقيقة بعد هذا التغيير الذي سيتم بالجيش الإسرائيلي بقيادة الجيش الإسرائيلي ثم مع عودة نتنياهو وهذه الحكومة المتطرفة، يبدو أن إيران بالفعل ستكون أحد العناوين الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية وللإسرائيلية عفوا، وأعتقد أن ساحتها الرئيسية ستكون سوريا، لذلك يتوقع ازدياد العمليات ضد أهداف إيران. هذا بعد قليل أستاذ أمير، يعني هذا الإنجاز الذي تحدث عنه كوخافي يأتي في ظل قلق إسرائيلي من التعاون والتقارب مؤخرا بين روسيا وإيران، ونعلم أنه في الفترة الأخيرة يعني غيرت منظور هذا التعاون، غير منظور روسيا من القصف الإسرائيلي. ما هي التحديات والصعوبات التي تواجهها إسرائيل في ظل هذا، خاصة وأن كوخافي اليوم تحدث أيضا عن أن عشرات الصواريخ تطلق على الطائرات الإسرائيلية؟ כן, יש פה שני היבטים. هناك קודם כל עמילן שבוע וחלה قبل اسبوع ونصف رئيس شعبة الابحاث في الاستخبارات الإسرائيلية ان اسرائيل تنجح في 80% من المحاور ووقف عمليات التهريب، وانها تنجح في 80% من حالات الطقس. هذا يعني انه يوجد
ربع الحالات أو أكثر أنه يتم تهريب الأسلحة بالإضافة إلى التصنيع في لبنان، لذلك لا أحد يتوهم أن كل شيء يتم صده. هذا جهد مستمر، في الماضي تم تسمية ذلك بأنه يجب تنظيف العشب، أنت تنظف العشب لكنه يعود ويكبر. أنت تتحدثين عن الورقة الرابحة التي يمكن أن يمتلكها الإيرانيون، لأنه إذا الروس مقابل الدعم الإيراني لهم في أوكرانيا، وأوكرانيا هي الأهم أولوية اليوم بالنسبة لروسيا، إذا ما طالب الإيرانيون منهم إما ميثاق دفاع مشترك، أن تعلن روسيا أن كل غارة في إيران ستكون بمثابة الغارة على روسيا، ليس استهداف إيران في سوريا وإنما استهداف النووي الإيراني داخل في داخل إيران، ويمكن أقل من ذلك كما كان الحال في مصر عام 1970، حيث وصل خبراء وتقنيون روس، تقنيون في مجال الصواريخ أرجو، يكفي أن يقول الروس نحن نرسل مستشارين أو ما يسموهم هم خبراء، وهم عمليا ليسوا مستشارون وإنما خبراء وعسكريون في مسؤولون عن صواريخ أرجو، وفي حالة إيران سيكونوا في محيط نتانز وفوردو، في هذه الحالة لن تغير إسرائيل في إيران إذا ما أعلنت روسيا أن هذا سيكون ميثاق دفاع بينها وبين إيران. كل هجوم الهجمات على إيران ستتوقف، يمكن أن نهاجم عن طريق السايبر لكن الغارات الجوية ستتوقف. وطبعا سيكون هناك أيضا صعوبات في سوريا. أستاذ أليف، هل يمكن القول أنه إيران في هذه المرحلة حصلت على الضوء الأخضر من روسيا للعمل أكثر على الأراضي السورية من أجل استمرار التعاون بينهما في الحرب الدائرة في أوكرانيا؟ وتحدث كوخافي بوضوح عن أنه اليوم يعني قال أنه هناك صواريخ عدة تطلق أو عشرات الصواريخ تطلق على الطائرات الإسرائيلية في سوريا. لا، باعتقادي إيران ليست بحاجة اليوم، لا يوجد اليوم شيء جديد. العلاقات الإيرانية الروسية وبالذات العلاقات العسكرية هي قائمة منذ زمن طويل، ترتفع مستواها وينخفض أحيانا بحسب الظروف، ولكن على ما يبدو في المدة الأخيرة في الأشهر الأخيرة هناك تصعيد في مستوى التنسيق بين روسيا وطهران في أوكرانيا، وهذا قد ينعكس أيضا على سوريا وعلى إيران نفسها، على إيران نفسها بمعنى على تطوير القدرات العسكرية الإيرانية بالتعاون مع روسيا وتطوير القدرات العسكرية الروسية بالتعاون مع إيران. يعني هذا التعاون المشترك لتطوير القدرات العسكرية للبلدين هو اتفاقية مكتوبة وموقعة بين طهران وموسكو، إذن هذا ليس جديدا. الجديد هو إذا ما أقدمت إسرائيل على استهداف مطار بيروت، وهذا متوقع. وهذا متوقع بحجة إنه إيران بتودي بالطائرات المدنية، وهذا كلام نفته لبنان بكل وسيلة من الوسائل، نفت لبنان نفيا نهائيا، وإحنا بنعرف إنه حزب الله مش يعني بالفعل. أيضا هناك تقارير أستاذ أليف تحدثت عن حصول حزب الله على صواريخ دقيقة من نوع سام أيضا، يعني في ظل هذا وفي ظل الأزمة التي تعصف بلبنان، هل يمكن في هذه المرحلة أن يدخل أو أن يتورط حزب الله؟ حزب الله يحصل على صواريخ وحصل على صواريخ وينتج صواريخ في داخل لبنان، ولا يحتاج إلى مطار لبنان حتى يدخل صواريخ إلى مخازنه. الدخول من خلال أو إدخال الصواريخ أو أي أجهزة عسكرية من خلال مطار بيروت يوقع حزب الله في صراع داخلي في لبنان، وهذا ما يخشاه حزب الله، لذلك لا يستخدم مطار بيروت نهائيا، وهو يعلم أنه مراقب من كل جهة في لبنان وخارج لبنان، وبالتالي يبتعد عن مطار لبنان إلى أبعد الحدود. وليس صدفة أنه ينتج داخل لبنان، وكل يعني مطلع يعرف أنه ينتج داخل لبنان، أنا لا أكشف أسرار. الأهم في هذا الموضوع أنه كما تم تفجير ميناء بيروت قد يتم استهداف مطار بيروت، والحجج كثيرة. وتذكرين جيدا أنه عندما تم استهداف ميناء بيروت قيل آنذاك مباشرة بعد دقائق بأن هناك صواريخ لحزب الله تحت المخازن القمح، وتبين لاحقا أنه لا كان في صواريخ
ولا في يحزنون، ولا حزب الله له علاقة في الموضوع ولا في الميناء، ولا له إيد في الميناء أصلا مثل ما كانوا يدعوا في تلك الفترة. إذن هذا هي يعني رواية جديدة الآن من أجل على المطار حتى يتم استهداف المطار، لأنه أمريكا تعتبر أنه مطار بيروت هو المنقذ الحالي للبنان. نعم. وبالتالي لابد من محاصرة لبنان أكثر ما يمكن الآن من خلال مطار بيروت. نعم. يعني ما تبقى للبنان من مخارج ومنافذ هو المطار. نعم. أستاذ عمر، أريد أن أعود إلى تحركات الإيرانية تحديدا في سوريا. برأيك هل يمكن أن تزداد هذه التحركات الإيرانية في سوريا وفي المنطقة أيضا في ظل حاجة روسيا لإيران في الحرب الأوكرانية؟ لا أعتقد أنه يعني سنشهد تغيرات استراتيجية ونوعية وذات دلالة فيما يتعلق بالوجود والنشاط والميليشيات الإيرانية في سوريا. إذن روسيا لا زالت تملك اليد الطولة وتملك القدرة على صناعة القرار داخل سوريا، وإيران تدرك ذلك. لكن الأهم من ذلك في الإطار الاستراتيجي، رغم ما يبدو من تعاون بين إيران وبين روسيا بما في ذلك حتى في الحرب الروسية الأوكرانية، أعتقد أن الطرفين يستخدم كل منهما الآخر في إطار تقوية أوراقه أمام الولايات المتحدة والمعسكر الغربي. بمعنى أن إيران تريد أن تقول أنها تقوي علاقاتها مع روسيا في سبيل تجنب المزيد من الضغوط التي تتعرض لها من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة. وأيضا روسيا في ظل الأزمة التي يعيشها الرئيس بوتين، أعتقد أنه يريد أن يوسع دائرة حلفائه ومن بينهم إيران. لذلك أي تقارب من قبل الولايات المتحدة مع إيران في مراحل لاحقة أو مع روسيا، أعتقد أن الطرفين سيكون كل منهما ضحية لهذا الاتفاق. بمعنى أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكد أن ضمن بنود هذا الاتفاق لن تكون فقط أوكرانيا وعمليات التسليح وتغيير النظام وكل التفاصيل التي نعرفها والتي تشترطها روسيا، بل ستكون عمر أيضا في ظل الحديث عن الإسرائيلي، عن استهداف الطائرات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، هل يمكن أن نشهد أو أن يصل الأمر إلى صدام إسرائيلي روسي في سوريا؟ لا أعتقد أن يصل الأمر إلى صدام بين روسيا وبين إسرائيل في سوريا. نحن نذكر قبل سنة أو أكثر الطائرة الإسرائيلية، الطائرة الروسية التي ضربت من قبل الإسرائيليين في غارة فوق البحر المتوسط على السواحل السورية، والاتفاق الذي تم بعدها وتضييق مسافة الإبلاغ في مركز العمليات المشترك من قبل سلاح الجو الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي أن يبلغ بدل من نصف ساعة، وتغيير التوقيتات أن يبلغ بفترة قليلا، إذ أنه ليس من مصلحة إسرائيل أي صدام حقيقة مع الجيش الروسي في سوريا، وليس من مصلحة روسيا أيضا، لأن الطرفين يدركان عواقب مثل هذا الصدام، وربما هذا يكون يعني سيناريوهات ترسم في عاطف العواقب. ابقى معي لو سمحت أستاذ أمير باقتضاب، هل يمكن أن يقدم الجانب الإسرائيلي على استهداف مطار بيروت في هذه المرحلة؟ لن يتم الإغارة على مطار بيروت، لأن حزب الله سيرسل الصواريخ على مطار تل أبيب الدولي، وهو سيرد بالطريقة ذاتها بدون علاقة ما إذا كان الحزب يستخدم المطار في بيروت أو لا، لأنه سيظهر أنه حامي لبنان. وعلى إسرائيل أن تتخذ قرار هل هي تسقط طائرات مدنية إيرانية حتى وإن لا يكون فيها
مسافرين مدنيين لأنها ستتهم بالقرصنة أو أن تغير على هذه الطائرات في مطار آخر قبل أن تحلق نحو بيروت. في بيروت أستطيع أن أجزم أنه لن تكون هناك غارات إسرائيلية. نعم وصلت الفكرة. الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية الأستاذ أمير أورين، شكرا جزيلا لك. والخبير والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أليف صباغ، شكرا جزيلا لك. ومن عمان الخبير الشؤون الاستراتيجية الأستاذ عمر الرداد، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل قصير ونناقش ملفنا الثاني، ابقوا معنا.